كرة لريال مدريد. تمريرة واصلة على الجهة اليسار إلى محاولة عرضية منقول، الله يا سلام يا سلام، هدف ثاني الآن يسجل ريال مدريد، هدف رائع للغاية، هدف رائع للغاية، هدف في غاية الامتياز لصالح ريال مدريد. العرضية جاءت بالمكان المثالي والبديل اخوان نجح في معالجتها في شباك اخوان خوسيه، وضع الكرة في الشباك. يا سلام، شوف شوف البداية لما اتمررت الكرة الى الجهة اليسار، ثم بعد ذلك العرضية التي جاءت من فيليبيس الذي لعب الكرة على رأسية اخوان خوسيه. ناجحة يا اخوان، ناجحة يا اخوان المشاهدين من اخوان خوسيه، جاءت الكرة في رأسية ولقطة رائعة للغاية في الزاوية القريبة، وضع فيها الهدف الأول، خادع فيها إيريك ونجح في تسجيل الهدف الثاني. إذا في تصدي ثاني، إذا مرة ثانية سينجح إيريك أو لا بالركلة الترجيحية الثانية. كرة للريال، يقفون قريبا دائما من الكرة والترجيحية الثانية. أصعب بكثير من أن يتصدى لها إيريك، أصعب بكثير من أن يتصدى لها إيريك. هذه الكرة لا مجال للحوار حول التصدي لها، وبالتالي نجح في تسجيلها.